السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله على حمام الجاكوبين أو بما يسمى بالمصري نمساوي. طبعا الاسم العلمي بتاعه اللي هو الجاكوبين، مسموش نمساوي، لأن في ناس كتير جدا بتسمي الحمام ده كذا اسم. يعني عندنا هنا في مصر بنسموه نمساوي والاسم العلمي جاكوبين، وفي كل دولة ليه اسم معين. يعني في السعودية بيقول لك أبو فوطة، وفي ليبيا يقول لك اسمه سوريلي سوريلي. كل دولة كده تلاقي مطلع اسم ايه معين بينطلق عليه الاسم العامي بتاع الدولة، أو مثلا أي حد غاوي يقول لك جاكوبين أو نمس أو سوريلي أو أبو فوطة، كل دولة وبتطلق عليه اسم معين، لكن هو اسمه العلمي جاكوبين. طبعا النمساوي يا جماعة دي حمامة يعني أنا عندي حب ليها كبير جدا، لأن الحمامة دي أول ما غويت أو ربيت حمام كنت بربي الحمام اللي هو الجاكوبين. طيب هنقلب معاكم الكاميرا نوريكم حاجة ونتكلم نفيد الأعضاء بالنسبة لحمام الجاكوبين. أهو أدي حمام النمساوي، طبعا المستوى هو زي ما انتم شايفين. احنا عايزين نتكلم عن ايه بقى؟ في ثلاث حاجات بتحير الناس الغواي لازم نفهمها لهم. ايه الحاجات اللي بتحير الغاوي في حمام الجاكوبين او النمس؟ طبعا انتم شايفين زي ما انتم شايفين كده فرد الحمام الفوطة بتاعته مقفولة على وشه، فرد الحمام مستواه اذا كان عالي بنعمل معاه ايه، واذا كان مستواه في العالي بتعمل معاه ايه. طيب بالنسبة للجاكوبين يا جماعة، في ناس بتقول لك ما بيشتغلش الا لما بيتقص الوش. الوش هنطلع فرد معاكم اهو، بسم الله يا رب يقف، بس اهو يا رب يقف اهو اهو. ده فرد جاكوبين مثلا مستواه زي ما انتم شايفين، فرد واقف شادد نفسه قافل فوطه قافله على وشه، داير معانا كده عشان برضه تبقى شايفين قافله على وشه. الفوطه لو قافله على وشه والفرد مش شايف خالص، يعني الفرد الحمام ما هو شايف قدامه، في الحاله دي انت ممكن تقرر ان انت تقص فرد الحمام، تقص فرد الحمام عشان يشتغل. شايفين الفوطه؟ مش عارف بقى اذا كانت الصوره واضحه ولا لا، اهي فرد الحمام وشه مقفول غطسان، عينيه مش باينه من الجنبين، من الجنب ده ومن الجنب ده، ندخل الكاميرا على وشه اكتر اهو مقفول. تعمل ايه انت بقى عشان الفرد يشتغل معاك ويقدر يشوف النتايه ويقدر يكسر عليها ويقدر الكسر بتاعه يبقى كويس لانه شايف النتايه، ويقدر لو هو نايم على البيض ياكل الزغاليل؟ انت بتقص الحرفين، الحرف من هنا وحرف من هنا، تظهر عين فرد الحمام، تظهر عين فرد الحمام، لازم عين فرد الحمام يبقى شايف. طب ايه الحاجة التانية عشان اسهل مع فرد الحمام؟ طبعا الكلام دوت انا قلت قبل كده، مش اي فرد حمام يتقص، ممكن فرد حمام زي دوت مش شايف اهو، بس يجي ساعة ما بيجي ياكل تلاقي الفوطة ديت فتحت معاه، يبقى شايف قدام منه وبيعرف يشوف الاكل وبيعرف يشوف النتاية وبيعرف يشوف زغليل، وكل ده على حسب قوة فرد الحمام. ممكن فرد الحمام يوقف الفوطة زي ما انتم شايفين كده ما يبقاش شايف قدامه، وممكن لما ينزل الفوطة بتاعته تبقى عادية ويشوف ويكسر والدنيا تبقى جميلة معاه، يبقى شايف كل حاجة. طيب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان اشغل النمس او الجاكوبين بسهولة؟ بتيجي عند المخرج بتاع فرد الحمام، معلش الفرد بيعافر معانا شوية، بتيجي عند مخرج فرد الحمام، مخرج يعني بترفع ده الفرد الحمام، بصوا يا جماعة من ورا كده من تحت المخرج اللي هي الحتة دي، بتقصقص من هنا، بتنظف حوالين المخرج بمقص. ليه؟ عشان تسهل عملية الكسر للذكر يقدر يكسر على النتاية، وفي نفس الشيء تقصقص برضو النتاية من عند المخرج من ورا من هنا كده، تشيل الريش بمقص بالراحة كده، بحيث ان الذكر يبقى عملية الكسر بالنسبة له سهلة، مفيش ريش بيحوش الذكر، ما بيعرفش يكسر على النتاية والكسر بيطلع معاك فاضي. بتعمل ايه؟ بتقصقص حوالين المخرج، لقيته لسه بيروق وبرده مش جايب النتاية، انت كده كده قصيت وشه اللي هو الكرد وقصيت حوالين المخرج، حلو الكلام؟ يبقى انا كده قصيت الكرك وحالين المخرج، اجي جاي عند الديل من ورا من هنا للنتايه وللذكر، واخد ثلاث ريشات من الجنب ده قصصهم ومن الجنب الثاني قصصهم، او اخرط الديل، اخرط الديل من ورا قيمه مثلا 3 سم 4 سم، يبقى انا كده
شلفط فرد الحمام، خليته يعني فرد الحمام ما هوش شايف حاجة ولا يعمل أي حاجة غير إن هو يكسر على النتاية بسهولة. يبقى أنا سهلت له، قصيت له الكرك، قصيت له حرف الجناح، قصيت له عند المخرج، قصيت له عند الديل. يعني المخرج تقصقص حواليه الكرك اللي أنت شايفه ده، تقصقص حواليه الجناح، تقصقص الجناح بتاع فرد الحمام أو حرف جناح فرد الحمام. يبقى انت كده عملية تسهيل للذكر ان هو يقدر يكسر النتاية بسهولة ويبقى شايفها، بتخليه بتسهل له العملية شوية، بس ان هو يكسر بسهولة وما يبقاش العملية ايه بالنسبة له فيها صعوبة، بحيث ان هو كسر ويبقى مليان، ما يبقاش الكسر بتاعه فاضي. يبقى احنا كده المعلومة بتاعتنا صحيحة، وفرد الحمام هيكسر معايا، وفرد الحمام هيبقى كسره مليان والدنيا معاه زي الفل. ده بالنسبة للحمام الجاكوبين. الجاكوبين بتقص حوالين وشه زي ما انتوا شايفين كده، بتقص حوالين الوش، بتقص حرف الجناح، بتقص حوالين المخرج. كده انت سهلت وعملت اللي عليه. لو الفرد افتراض روق بعد كل ده، يعني هنقلب الكاميرا تاني، الفرد افتراضا كل اللي انت عملته ده وبرضه روق معاك، تعمل ايه؟ يبقى انت بقى تتبع العلاج، العلاج اللي هو ايه البيطري. تعمل ايه؟ تروح تجيب هيسلينيوم وتدي الدكر هيسلينيوم. الهيسلينيوم كويس اول الخصوبه، هيشغل معاك الدكر ويخليه زي الفل معاك. يبقى انا لو لقيت الدكر عنده كسره بيبقى فاضي، بعمل ايه؟ بدي هيسلينيوم، بقصقص زي ما انا قلت كده كل الحاجات اللي قلتها، بتقصقصها تنضف له وي وي وي، والاخر بتشغله. لقيته برضه بيروق يبقى بتدي هيسلينيوم. يبقى كده احنا الموضوع بالنسبه لنا سهل جدا بالنسبه للنمس. طب بالنسبه للبخاره نعمل ايه؟ البخاره في اربع حاجات المفروض نتبعهم او خمس حاجات برضه، بحيث ان انا يعني ايه فرد البخارة يطلع معايا كسر ومليان. البخارة أصعب من النمس شوية في الفرخ، أصعب من النمس بالنسبة لإيه؟ لأن البخارة ربنا خلقه الفلة بتاعته مغطية عينيه، مدارية عينيه، كل ما كان تقليبه عالي كل ما تلاقي عينيه مش ظاهرة، عينيه مدارية يعني مش باينة. هجيب لكم عينة وبرضه أتكلم على إيه؟ ثواني أقوم معاكم معلش. أهو فرد جاهز للشغل. بسم الله. نقلب معانا الكاميرا ثواني. ايه ده؟ اهو ادي البخاره. طب ده فرد بخاره مش مقصوص اهو، الصوره واضحه ولا لا؟ مش عارف الفرد مش عايز يهدى. اشتغل ازاي بايد واحده؟ مش فاهم انا. طب اهدى شويه نصور بس. شايفين الكرك شايفين الجمه اللي على دماغه، الجمه اللي هي الورده اللي فوق دماغ فرد الحمام مغطيه يعني. بص عينيه من الجنب بقى عشان احنا مقصقصين حوالين عينيه، يعني بص كده من الجنب هنا. الفرد مش عايز يهدى خالص، عينيه باينه من تحت اهي، الناحيه التانيه متقصقص اهو. بتقص حوالين العينين تظهرها، مش لازم تشيل الجمه كلها. طب والديل؟ الديل اخباره ايه؟ الديل اهو بص الديل عامل ازاي، مقصوص ازاي، مخروط. طب والجناح؟ الجناح اهو. يا ريت يعني الناس لو شايفه الصوره ماشي تقول لي شايفين، عشان مش عارف بقى الصوره مظبوطه ولا لا. وادي الجناح التاني اهو. طيب عند المخرج، المخرج برضه هتلاقي بصي يعني هنا بتقصقص كل ده عند المخرج، الحته دي كلها بتشيل ريش بمقص، بتسهل له عمليه الكسر. ادي فرد الحمام اهو مش عايز يهمت، هيطير اكيد اهو. السروال نسيت برضو حته السروال لازم يتشال. ادي فرد الحمام اهوت لو انتوا شايفينه. بتقص ثلاث حاجات او اربع حاجات في البخاره، بتقص حوالين العين دي وحوالين العين دي عشان يبقى شايف زي ما انتوا شايفين. هتقص السروال عشان ما هو بيطلع نتايه يعرف يكسر عليها، السروال ما يكعبلوش الدنيا ما يعرفش يكسر عليها. هتقص حوالين عند المخرج تقصقص، الديل تاخد حته منه من ورا نصه كده بالظبط، الجناح تاخد حرف من الجناح. ده بالنسبه للبخاره. يبقى انا كده برضو شلفطت منظر الفرد الحمام عشان يشتغل. ده في حاله ايه اعمل كل ده؟ في حاله ان الفرد الحمام روق معايا ما اشتغلش. فاهمين يا جماعه؟ فرد الحمام في حاله انه ما اشتغلش اعمل كل ده، انما اشتغل وجربته وما قصتش واشتغل
ده منظر جمالي، حاجة جميلة كده يعني. فرد الحمام أنا بقعد قدام منه عشان أتمتع بشكله الجميل، النمس شكل الفوطة، شكل وقفته، حاجة جمالي كده، حاجة جميلة بتفرج عليها. بفضل طول الليل قاعد، متعتي إن أنا أتفرج على فرد حمام نمس، متعتي أتفرج على فرد حمام بخارة، على فرد حمام لونج فيس، على فرد حمام هزاز فانتيل، على أي نوع من أنواع الزينة متعتي إن أنا أتفرج عليه زي ما ربنا خلقه. طب انا بعمل كده وبخالف وبقصقص، انا في الحالات معينة بعمل كده، في الحالات اللي هي البيض بيروق معاك مع طبيعة فرد الحمام. يعني طبيعة فرد الحمام ربنا خلقه ان هو ما بتقصروش اي حاجة، ما تقصروش حاجة الا اذا جربته مرة واتنين وروق معاك، تبدأ بقى ايه تقص وتاخد الحاجات اللي انا قلت عليها دي كلها وتعملها. واخر حاجه بقى تدي بقى ايه، لو هو برضو روى بعد ما انت عملت كل ده، بتدي الهيسلينيوم او بتدي حاجه للخصوبه تقوي معاه الخصوبه شويه عشان يطلع الكسر بتاعه مليان والبيض مليان. ده انا جبت لكم موضوعين مش عايز اطول عليكم، موضوع عن فرد الحمام النمساوي او الجاكوبين، وجبت لكم الموضوع الثاني عن البخاره. وطبعا البخاره تنطبق على جميع انواع البخاره، القص دوت ينطبق على كل حاجه، اذا كان في النمس اذا كان في البخاره ينطبق موضوع اللي انا بقوله دوت على اي حمام بالنسبه للنوعين دول. وبالنسبه للانواع الثانيه هنتكلم عليها برضو يعني بكره ان شاء الله، هنكلمكم على هزاز الفنتيل، وهناخد حاجة حاجة كده لحد ما ايه بنحاول بقدر الامكان ندي معلومات صحيحة للغواي ونحاول نفيد بعض. اي حد عنده معلومة وعنده سؤال يتفضل يسأل، انا تحت امر الجميع الكبير والصغير، لان احنا في الاول وفي الاخر اخوات. هنرجع للتعليقات، لو حد سأل سؤال نجاوبه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح الفل، احلى مسا عليك، الله يبارك لك. صباح الفل محمد بوسي. ينفع اعمل كده مع الصوافه؟ لا، الصوافه انت ممكن تنضف له فعلا، يعني تشيل من عند المخرج الريش، وينفع برضو ان انت تاخد برضو حرف الديل، بس الصوافه بيشتغل عادي، ده حمامه خفيفه تقدر يعرف يكسر، ويعني حمامه مش حجم عشان الكسر بتاعها يطلع فاضي، يعني قليل قوي لما تلاقي الموضوع ده. وبرضو لو لقيت الموضوع ده حاول تنضف المخرج بس، انما تقصقص اي حاجه. ممكن القص صناعي طيب الذكر بيطلع يكسر من ناحية راس النتاية؟ الذكر اللي بيطلع يكسر من ناحية راس النتاية دوت بيبقى ذكر مش شايف قدامه او بيطلع غلط، انت بتعوده تخليه ما تحبسوش، سيبه يعني، اطلقه هو النتاية في مكان، في اوضة، في غرفة تكون لوحدهم مثلا، وتسيبه تجربه تشوفه هيعمل ايه، لان هو ساعات بيطلع بيبقى الذكر من كتر الذكوره بتضربه حواليه، او مثلا لو سايب في مكان في حمام كتير بيطلعوا يضربوه فبيطلع بيكسر بناي اتجاه، بيبقى ذكر خايب يعني. انما في ذكوره بتبقى عارفه بتعمل ايه وبتطلع تكسر صح، فانت تحاول تهيئ له المكان ان هو يبقى هو تطلعهم ولو نص ساعه في اوضه لوحدهم يكسر على النتاية ويبقى تمام بامر الله. طيب الصوافات، مساء الفل، مساء العسل، الصور تمام، انت هاوي، الله يبارك لك. طيب الذكر بيكسر تمام، جاوبنا احنا على موضوع الذكر اللي بيطلع بيكسر من ناحية الدماغ النتائي. طيب اي حد عنده اي سؤال عايز يسأله وعايز يستفسر عن اي شيء بالنسبة لشغل الحمام البخارة او النمس او الجاكوبين، يتفضل يسيب سؤاله او يتفضل يرن عليا، انا رقمي 0128 6656 969، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. ودعوة من قلبكم لاخوكم في الله، ودعوة ان شاء الله. المصطفى ابني تعبان من امبارح والله، يعني مش عارف يعني، الحمد لله رب العالمين، خد دور سخونية كده وترجيع، والحمد لله طلعت بصيت عليه من شوية كده اتحسن الحمد لله شوية، وربنا يشفي كل مريض، وربنا يبارك فيكم جميعا. وان شاء الله اوعدكم ان كل يوم هنديكم معلومات على قد ما بقدر، تكون معلومات صحيحة، تكون معلومات على قد ما ربنا ادانا، وعلى قد ما ربنا يقوينا في فعل الخير دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم مجاد البربري.